قالت صحيفة بلومبرج الأمريكية إن تركيا تمر بأول حالة ركود لها بسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة للنظام الحاكم. وأوضحت الصحيفة أن معدل التضخم في تركيا تجاوز 4 أضعاف النسبة التي حددها البنك المركزي، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي المتباطئ والتضخم المرتفع يثيران مخاوف كبيرة لأردوغان بعد أن عانى حزبه من خسارة كبيرة في الانتخابات البلدية بالمدن الكبرى.